أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. نقرأ في الهيئة جراء أزمة الجفاف بحيرة حمرين تلفظ أنفاسها الأخيرة. نطالع في المدى محتجون يغلقون مبنى ديوان محافظة ذي قال للمطالبة بالتعيينات. أما في شفق نيوز جاء فيها إجراءات أمنية مشددة في شارع مطار بغداد الدولي. نتصفح في القدس العربي كاتب بريطاني ربما انتصر الطغاة العرب في المعركة لكن الربيع لم ينتهي بعد. وجاء في واشنطن بوست غزو أوكرانيا بوتين يقترب من نقطة لا رجوع. ونتصفح في عربي 21 اتحاد الشغل يرفض خطابات سعيد تشير لاقتراب السدان. وعنونت لوموند تأجيل الانتخابات يعيق جهود لم الشمل في ليبيا. أهلا بكم. ميزان القوى العراقية والانسحاب الأمريكي. نبدأ من موقع عربي 21 ومقال للكاتب جاسم الشمري جاء فيه يمثل ميزان القوى الداخلية والخارجية الحد الفاصل ما بين الدولة المؤثرة والدولة الهامشية. فالمشهد العراقي السياسي الأمني شأنه شائك لدرجة الغموض العميق وذلك بسبب الخلافات حول ميزان القوى فضلا عن التصارع بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية والضغوطات الكبيرة على المحكمة الاتحادية والتهديدات المستمرة بضرورة انسحاب القوات الأمريكية بعد نهاية العام. حالة التشابك وضعت الجميع أمام جملة تساؤلات ربما من أهمها من الذي يتحكم بالملفات الأمنية ومن يحكم العراق؟ حاليا هنالك تفاهمات عراقية أمريكية لإعادة تموضع قوات الاحتلال الأمريكية تحت عناوين جديدة ومنها المشورة والتدريب، وهذا لا يروق للقوى المالكة للسلاح والتي هي جزء من منظومة وزارة الدفاع. الحديث الحكومي والأمريكي عن الانسحاب العسكري مجرد دعاية مجانية لجميع الأطراف ذات العلاقة، وستبقى واشنطن المتحكم الأبرز في عموم الملفات، والكلام عن انسحابها هو رسائل تمويه للفصائل الولائية التي تدعي مقاومة الوجود العسكري الأمريكي. وقد رد المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي يوم الثلاثاء الماضي على التهديدات الموجهة ضد قوات التحالف وتصريحات مسؤول كتائب سيد الشهداء أبو ألاء الولائي بقوله إن القوات العراقية ملزمة بحماية قوات التحالف وستواجه أي تهديد يقوض أمن تلك القوات. وتسعى القوى غير الرسمية للتحكم في ميزان قوى الدولة وليس فقط تملصهم من سطوة القوانين العسكرية والمدنية، وقد أصبحت فاعلة وبقوة لدرجة أنها صارت تقبل عناصر الحشد الشعبي في الكلية العسكرية بموجب شروطها الخاصة بها والتي نشرتها رسميا قبل أسبوع تقريبا، ثم ترسل أسماء المرشحين للكلية ويتم قبولهم بلا نقاش أو اعتراض. يقول كاتب كيف تبنى الدولة وسط هذه الأدغال المظلمة والمليئة بالعصابات والقوى المتمردة على القانون والنظام؟ سؤال وجيه، ومن يمكنه كبح جماح تلك الفصائل؟ وهل هي ضمن المنظومة الأمنية أم هي تقتات على موازنات العراق وتنفذ أجندات خارجية؟ الأسوأ من ذلك فإن قوى الدولة العراقية تعاني حاليا من قصور وعجز وتراخي واضح جدا في فرض إرادة السلطة، وهنا تكمن العقدة الكبرى في مشاكل السياسة والأمن والاقتصاد والاجتماع، وذلك لأن الدولة الضعيفة تستغل من عشرات القوى العبثية والتي تسعى لضرب القانون والفساد في الأرض بحسب الكاتب. يقول الكاتب صادق الأزرقي نشأ في العراق منذ نيسان من عام 2003 نظام هجين لإدارة الدولة المفترضة في جميع مفاصله السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي الحقيقة فإن النظام الجديد الذي
اعتمد على الولاءات الحزبية في تبوئ المنصب وعدم الالتفات إلى الكفاءة، أنشأ بالأحرى وعزز ما يسمى بالدولة العميقة بين مزدوجين التي نجمت عن فوضى السنوات التي أعقبت تغيير النظام المباد ولم يزل يفعل فعله حتى اللحظة. ليست بنا حاجة لتكرار القول إن النظام الجديد في العراق قد فرط بأموال البلد وثرواته، فذلك أمر معروف وكان من أهم الملفات المطروحة على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل وبعد تشكيل حكومته. وكانت اللجان الاقتصادية الخاصة بالأحزاب والمجاميع المسلحة، وهي أجهزة جرى إنشاؤها من أجل ضمان تمويل مشاريع تلك الأحزاب والميليشيات، أنموذجاً سيئاً للعراق. جرى فيه الاستئثار بالأموال العامة التي ترد إلى خزينة الدولة، ومثل وجود تلك اللجان أو المكاتب عائقاً أمام تأدية الدولة لمهامها نتيجة الاستحواذ على مقدرات البلد. لقد شخص حتى المسؤولون هذا التداخل الذي تسبب في انهيار أوضاع البلد في كل شيء، وعلى سبيل المثال فإن وزير الكهرباء في الحكومة العراقية التي استقالت بفعل الاحتجاجات الشعبية عام 2019 لؤي الخطيب صرح أن هذه اللجان هي من بين الأسباب التي تعوق نهوض الدولة، فيما يقول أحد المستثمرين في العاصمة العراقية إنه لم يتمكن من توقيع عقد أحد المشاريع الخاصة بوزارة الشباب والرياضة في الحكومة السابقة إلا بعد أن فرضت اللجنة الاقتصادية التابعة لحزب الوزير أن يفرد لها 30% من أرباح المشروع. ويقول متخصصون إنه يتواجد في كل وزارة عراقية مكتب حماية مصالح تابعة لحزب أو ربما كتلة، وأن حرمان الناس من الكهرباء هو بسبب اللجان الاقتصادية نفسها. ووصف رئيس هيئة النزاهة في أحد تصريحاته اللجان الاقتصادية للأحزاب أنها عبارة عن أشباح ليس لهم تواقيع أو وجود حقيقي حتى يعملون كل شيء بالخفاء على حد وصفه. مركز راسام نشر هذا المقال عن دوافع وأسباب الاحتجاجات الطلابية في مدن كردستان، حيث كتب شاهو القرذاغي مقالا في موقع راسام خلال الأيام الماضية. يقول القرذاغي: خرج الآلاف من الطلاب في بلدات محافظة السليمانية ليلتحق بهم الطلاب، فيما بعد طلاب مدن أربيل ودهوك للمطالبة بإعادة دفع المخصصات المالية الشهرية لهم التي كانت تقدم إلى الطلاب وتم قطع في العام 2015 بسبب الأزمة المالية والحرب على تنظيم داعش وقطع بغداد لحصة كردستان من الموازنة. تشكل الاحتجاجات الطلابية الرسالة الثانية إلى السلطة السياسية في كردستان العراق خلال هذه الفترة الوجيزة. الرسالة الأولى كانت موجة الهجرة الكبيرة إلى بيلاروسيا في سبيل الوصول إلى أوروبا، حيث تجمع الآلاف من العوائل والشباب الكرد على الحدود البيلاروسية ومروا بظروف صعبة في سبيل الوصول إلى حياة أفضل. والاحتجاجات الطلابية إشارة ثانية تحاول أن تلفت أنظار صناع القرار سواء داخل الحزب أو الحكومة بأن هناك أخطاء حقيقية في منظومة الحكم، وعلى السياسيين أن يفكروا في تقديم معالجات حقيقية لإعادة الثقة إلى هذه الشريحة المهمة في المجتمع. يعد كردستان العراق النموذج الأنجح في العراق مقارنة بباقي المحافظات التي تعاني من الكثير من المشاكل الأمنية وغياب البنى التحتية والخدمات الأساسية، حيث أن مدن كردستان شهدت تطوراً نوعياً في السنوات الأخيرة الماضية، إضافة إلى التقدم في العمران وحضوراً للجانب الأمني والاستقرار، مما دفع بالكثيرين من مواطني الوسط والجنوب نحو خيار الانتقال والعيش في كردستان. ولكن هذا التطور والعمران لا يعني أن هناك حالة من الكمال أو جمهورية أفلاطون المثالية، وهذه الإنجازات أدت إلى وقوع الكثير من الخبراء والمراقبين في الخطأ عندما لم يقيموا الأوضاع في كردستان بصورة دقيقة، وبالتالي تفاجأوا من ظاهرة الهجرة واندلاع التظاهرات بهذه الصورة. يقول كاتب: قراءة الأحداث الحالية في إطار ضيق واعتبارها مطالبات محددة لشريحة واحدة فقط هي من الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى عدم فهم حقيقي لما يجري،
وتشل القدرة على استشراف المستقبل، لأن الكثير من الصحف والمجلات والقنوات متفاجئة من هذه التظاهرات وطريقة التعامل معها، لأنها صنعت من قبل صورة خاطئة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في كردستان العراق، ونتيجة لذلك عجزت عن تفسير هذه التظاهرات وحاولت أن تفسرها في الإطار الخدمي فقط دون النظر إلى كامل زوايا اللوحة لفهم الحدث بصورة حقيقية والقدرة على معرفة مجريات الأمور على المدى المستقبلي. ننتقل وإياكم إلى صحيفة القدس العربي. في صحيفة القدس العربي كتب مالك التريكي مقالا تحت عنوان الكوفيد نقمة على البشرية نعمة لأثريائها، واختارت النيويورك تايمز أن تنشر أبرز أحداث 2021 واتجاهاته وشخصياته في 41 قصة انكبت على كتابتها كتيبة من جيشها الصحفي العرمرم كما توصف من قبل الصحيفة، وتتعلق هذه القصص المستوحاة من أهم الأحداث التي استأثرت بالنقاش الواسع في وسائل الإعلام بمسائل مثل العنف في أمريكا، نظرية العرق النقدية، مستقبل العمل ووظائفه، وسبل إنقاذ الكوكب. كما عالجت هذه القصص الصحفية التي تمت إلى جنس المحاولات الأدبية بأسباب أسئلة من قبيل أفما تزال أمريكا قابلة للحكم السياسي؟ بمعنى هل تستطيع أي حكومة بعد أن تدير شؤون هذا البلد المعقد الذي يزداد كل يوم تأزماً وتشرذماً؟ وهل تكون الحياة أفضل بالضرورة عندما يكون البشر متآلفين متعاونين؟ وقد سمت الجريدة هذا السؤال الأخير مسألة العام الكبرى، وأفردت لها نصاً عرضت فيه ما يقوله علماء النفس الاجتماعي من أن لمشاعر الانتماء والتضامن مسارات متعرجة مرتبكة لا تؤدي لحميد العواقب فحسب، بل ولوخيمها أيضاً. أي أن اجتماع البشر سواء بمعنى الصحبة والعشرة أو بمعنى الأمة والدولة مادة قابلة للانشطار تطلق سلسلة من التفاعلات التي لا يمكننا التنبؤ بها أو التحكم فيها، ذلك أن مجموعة المتطوعين الذين يقضون سبتهم يعملون في عيادة للتلقيح ضد كوفيد-19 ومجموعة المتطوعين الذين يقضون سبتهم يحتجون أمام العيادة ضد عمليات التلقيح إنما يركبون جميعهم الموجة ذاتها، أي أن المواقف من كوفيد-19 على اختلاف مواقعها ودرجاتها وألوانها هي صلة نفسية تصل كلا الفريقين المتعارضين. يقول الكاتب إن ما يتملك البشرية حالياً من هلع بسبب انتشار متحور أوميكرون وسرعة عدواه إنما يرجح الاحتمال الذي توقعناه مسبقاً أن تستمر الأزمة الصحية حولين آخرين كاملين فتشمل معظم 2022. لهذا يظل السيناريو الأفضل والأرجح أي الأكثر إثارة للتفاؤل هو أن توزع اللقاحات في جميع البلدان لا في البلدان الغربية والغنية فقط. نقرأ في نيويورك تايمز، جاء فيها هذا المقال: الأوروبيون يفكرون بالتعايش مع كورونا وخشية من أوميكرون. نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريراً أشارت فيه إلى تزايد الإصابات بكورونا في أوروبا، لافتة إلى أن الأوروبيين يفكرون الآن بالتعايش مع الفيروس وليس هزيمته فقط. وأوضحت الصحيفة أن الإصابات بفيروس كورونا تتزايد تماماً في جميع أنحاء إسبانيا، لكن الرسالة من زعيم البلاد كانت واضحة تماماً: الحكومة سوف لن تدخل عام 2022 مع قيود عام 2020. وفي جميع أنحاء أوروبا يتضح هذا الإرهاق في روح عيد الميلاد المتدنية، إرهاق من متحور آخر من فيروس كورونا وموجة أخرى من العدوى، وإرهاق من عام كئيب آخر،
بينما يشاهد الناس إلغاء حفلات رأس السنة الجديدة واحدة تلو الأخرى. ولكن إلى جانب الإرهاق هناك شعور آخر يتجذر، أن فيروس كورونا لن يتم القضاء عليه باللقاحات أو الإغلاق، ولكنه أصبح شيئا مستوطنا يجب أن يتعلم الناس التعايش معه ربما لسنوات قادمة. هذا الأسبوع بدأت الخطوط العريضة للكيفية التي يمكن أن تدير بها أوروبا تفشي المرض الأخير تتشكل على الأقل في الوقت الحالي، مدفوعة بكل شيء من السياسة إلى إحباط للاستمرار خاصة في عيد الميلاد. لقد أفسحت عمليات الإغلاق الكاملة المجال بشكل أساسي لاتخاذ تدابير أقل تدخلا وأقل حماية. حتى إيطاليا التي عانت من موجة أولى قاسية أيها السيدات والسادة بشكل خاص تماما، أدخلت قواعد جديدة كانت أقل صرامة بكثير من تلك التي فرضت خلال أسوأ أيامها، مما أدى إلى اختصار الإطار الزمني الذي تظل فيه التصاريح الصحية سارية تماما، مما يجعل الجرعة الثالثة لا غنى عنها إطلاقا، وحظر الأحداث الكبيرة في الهواء الطلق حتى نهاية شهر كانون الثاني يناير، واستخدام الكمامات في الخارج. صحيفة The Atlanta Journal تكتب عن المرأة المسلمة في الولايات المتحدة التي أصبحت أكثر نشاطاً في الحياة السياسية. مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية يعمل جنباً إلى جنب مع مجموعات حقوق التصويت ومشروع جورجيا للمسلمين الناخبين على زيادة عدد المسلمين المسجلين للتصويت وتشجيع النساء المسلمات على الترشح للمنصب. صحيفة The Atlanta Journal تكتب عن المرأة المسلمة في الولايات المتحدة التي أصبحت أكثر نشاطاً في الحياة السياسية. عقدت منظمات إسلامية ندوة افتراضية خلال الصيف لتشجيع المشاركة المدنية، حضرتها عشرات المسلمات، وألقت النائبة الأمريكية إلهان عمر خطاباً مسجلاً، وتحدثت مفوضة مقاطعة فولتون خديجة عبد الرحمن عن رحلتها السياسية، وقالت شافينا خابيني المديرة التنفيذية لمشروع الناخبين المسلمين في جورجيا: لقد كان الأمر مثيراً، هناك أخوة ورابطة غير معلنة بين النساء. وأكدت أن رفع الصوت المسلم في جورجيا يساعد على تشجيع النساء على النشاط السياسي، وأضافت خابيني أن النساء المسلمات هن قلوب وأرواح المجتمع. وعلى الرغم من أن الإحصاء السكاني في الولايات المتحدة لا يجمع البيانات على أساس الانتماء الديني، إلا أن مركز بيو للأبحاث يقدر أن حوالي 3.45 مليون مسلم يعيشون في البلاد. وأظهر استطلاع في عام 2020 الذي أجراه معهد السياسة الاجتماعية والتفاهم أن حوالي 78% من المسلمين هم مسجلون للتصويت. وفي خبرنا اليوم، عثر على بقايا حطام سفينتين قبالة سواحل قيسارية في فلسطين المحتلة، ممتلئتين بمئات العملات الفضية من العصر الروماني والمملوكي. وتعود الكنوز هذه التي عثر عليها إلى القرنين الثالث والرابع عشر الميلاديين، وتشمل مئات العملات الفضية وأحجار كريمة ثمينة كذلك، مع قيثارة منحوتة على السطح وأجراسا برونزية وخاتما ذهبيا ثقيلا يحمل رمز الراعي الصالح. وكانت السفينة الأكثر حداثة تحمل كنزا من حوالي 560 قطعة نقدية من العصر المملوكي، وتم العثور على العديد من قطع السفن بما في ذلك مرساة معدنية مكسورة ومسامير برونزية وقطعة بدن وبعض الأنابيب. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.